يا صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الثالثة لهذا اليوم. نتحدث فيها عن أهمية تأثير الكلمة اليوم والقصص بأطفالنا وبعقول أطفالنا، يعني كيف نحن قادرين نزرع ونغرس القيم الأخلاقية والقيم التربوية بنفوس أطفالنا من خلال القصص ومن خلال بعض الروايات الخاصة بالأطفال. طبعا الكاتبة غزلان حسون أعدت محتوى خاص للأطفال وأعدت الكثير من القصص التي تهتم برعاية الطفل وبغرس القيم الأخلاقية كما ذكرنا من خلال بعض القصص والروايات القصيرة. طبعا بنتعرف أكثر على كتاباتها. من لك سعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نور يا هلا، يسعد صباحكم، صباح المشاهدين هلا. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. يعني المحتوى اللي عم تختاريه أو اللي اخترتيه بكتاباتك هو للأطفال، هو محتوى دقيق وحساس وأكيد هو يعني موجه لتربية جيل كامل وغرس يعني قيم ومفاهيم مختلفة من خلال قصص، وخاصة الطفل بعمر مبكر بيكتسب من خلال القصص والصور. ربما خلينا نحكي عن بدايتك بالكتابة. هلا بدايتي انا بالكتابه بشكل عام هي موهبه الكتابه من الصغر ظهرت. يعني كنت بالاول مثلا انا وطفلي صغيره عمر 6 7 8 سنوات كثير حب اقرا، يعني اي مجله اي جريده اي، بعمر اكبر شوي قصه، حب اقرا قران كريم. فبالمدرسه كمان كنت قويه باللغه العربيه. على مدار الصفوف صفوف السنوات الدراسية الكل كان ينتبه على موضوع التعبير عندي كتير، يعني الأساتذتي مختلف، كان في قوة بالتعبير عندي. بعدها كمان أي شيء أقرأه كنت أحب أكتب شيء مشابه له، أتأثر باللي عم بقرأ لهم تماما. فاجي اكتب شيء مثلا شيء بيشبه، بعدين صرت احب انه انا اكتب شيء مثلا فكره معينه عن موضوع معين. تنمت بعدين هالموهبه شوي شوي، صار القلم صديق لي، صرت الحمد لله كاتبه مع الايام والسنوات. طبعا كبرت معك اكيد هيدي الموهبه لحد ما وصلتي الى الكتابه يعني واصبحتي كاتبه بما يخص الاطفال، لكن فيما بعد يعني موضوع او مهنه التعليم، حضرتك كمعلمه ايضا يمكن ساعدتك على بعض القصص ويمكن تاخدي من الاطفال، يعني تعلموا من الاطفال وعلموهم. يعني قد ايه هذا الموضوع ساعدك لتاخدي كثير من الاطفال بقصص بمحاكاه واقعهم بتجسيد كل ما يخص الطفل على ارض الواقع من خلال كتاباتك؟ نعم، هلا انا عملي كمعلمه للاطفال على مدار سنوات طبعا خلاني انه اعيش بجو محيط كله اطفال، خلاني اعرف اهتماماتهم، ميولهم، مشاعرهم، شو بيحبوا، شو بيكرهوا، شو بيلفت نظرهم. أكيد ساعدك هالشي. أكيد مثلا ممكن موقف معين لطفل أو طفل مع طفل يعطيني فكرة معينة مثلا أكتب عنها، أو شيء مثلا حسه أنه بمل منه الطفل ابتعد عنه مثلا. أكيد هن كتير الأطفال محفزين للكاتب وملهمين. صحيح. صحيح. هلأ عندك كتير من الكتابات ذكرتي أنه بلشتي بعمر مبكر وكان توجهك للأطفال تحديدا، فبأفكار مختلفة بمواقف مختلفة يمكن ذكرتيها من خلال كتاباتك كتير في يعني شيء بخص الأطفال، يعني مثل ما ذكرتي بكل موقف بكل يوم للطفل في شيء جديد، فخبرينا عن أكثر كتاباتك تأثيرا فيك وتأثرا بك أيضا من خلال هاي الكتابات. هلأ تأثيرا فيني أنه ممكن أثرتي بالأطفال بمكان معين وتوجهتي لهم بموقف. الكاتب يعني الكاتب بشكل عام دائما هدفه التأثير بالكلمة. صحيح. يعني أنه يوصل لكل الناس سواء صغار أو كبار، هذا هدف كل كاتب. وأنا كتبت كتير للطفل وللكبار، بالنسبة حتى للأطفال طبعا أكيد أنا كتير بهمني أنه أثر فيهم. الشيء الأكثر شيء أثر فيني أو أكثر تأثيرا يعني أنه الكتابة لما كتبتها لمثلا منصة الألف باتاء بالإمارات، أيضا من خلال مشاركتي بتأليف منهاج اللغة العربية للناطقين بغيرها مع شركة البيان بسويسرا،
ايضا من خلال تاليف اغاني الاطفال لشركه بيكستون عبر قنواتها بالاردن. فهون اكيد هذا اكثر شيء تاثيرا. ليه؟ لانه قدرت من خلاله وصل لاكبر عدد ممكن من الاطفال حول العالم. يعني تمام. هيدي الكتابات كما ذكرنا هي يعني تجسيد حالات وقصص للاطفال واقعيه، حاولتي انك تكرسيها ضمن كتاباتك. خلينا نعرف شيء من كتاباتك ومحتوى الكتابات. نسمع شيء مثلا، نسمع شيء للكبار مثلا؟ للاطفال. نحن عم نحكي للاطفال، خلينا نسمع شيء عن الاطفال بدايه. للاطفال تفضل. ممكن انا ممكن اسمعكم شيء من الاناشيد. في كتاب اناشيد اسمه اغاريد الطفوله، مع منشور مع دار المستقبل للنشر الورقي والالكتروني بمصر. يعني هي ضمن كتاباتك او ضمن اعمالك او في عندك انت كتب ايضا خاصه؟ طبعا هذا ما نحكي كمان عنه، لكن خلينا نسمع ونحكي بعدين عن كتاباتك والكتب اللي اصدرتيها. فينا نقول نشيدة كنوز الحب. تفضل. طبعا هي اناشيد اطفال. يا نبضة طيب بالقلب كي تزهر ارض بالحب، من دونك أرضي مظلمة والحب شموس في الدرب، وإني أقتني كنزا فالحب سر للغنى، للناس أهديه أنا بمحبة أصب المنى. كنوز الأرض قد تفنى والحب كنز لا يفنى، دع قلبك يخفق أغنية لجمال الدنيا تغنيها، هيا للحب معا نسعى ونجوم الخير نضويها. حلو كثير. مقبل يعني كلمات بسيطة طبعاً. يعني وسلسة قادرة توصلي فعلا إلى عقل الطفل. وقلب الطفل. أيوة وقلبه بنفس الوقت. نعم. ممكن أقول واحدة ثانية مثلا؟ طبعا تفضل. في نشيدة عن العمل، نحفز على العمل صغارا وكبارا. هي أكيد رح تكون كلها يعني قصائد وكتابات. نعم. هادفة. أناشيد. أيوة أناشيد أطفال. يا صاحبي هيا للعمل فالهمة شمس للأمل، الحقل يغني للأيدي والمصنع لحن في بلدي، يا صحبي هيا للعمل لا نعرف يأسا أو كسلي، للغايات نرسم صورة والخبر عند العصفورة، قالت معه يحلو الدرب فلاح والأرض حب، فلاح والأرض حب للمعول يضحك بستان تجدو بالخير الأوطان، والعمال بهم نفتخر أيديهم خير يزدهر، صنعوا أمجاد البلدان وعطاء أهدوا الإنسان، يا صحبي هيا للعمل نبني صرحا فوق القمم نرقى نسمو بين الأمم. حل. يا سلام. يعني كلمات معبرة لطيفة، يعني هي قريبة لقلب الطفل وعقل الطفل أكيد مباشرة. نحن بأي فكرة هادفة أو أي يعني أنشودة حضرتك بتحضريها أكيد تبنى على قواعد خاصة بالأطفال أو حتى أفكار مترابطة. أنت باعتبار عملك بمجال الأطفال، نحكي عن هاي القواعد الأساسية اللي أنت بتتبعيها، يعني أو هي يعني بيلهمك الطفل أكيد فكرة، لكن في قواعد أنت بتمشي عليها لحتى توصلي إلى عقل الطفل، سواء كانت رسالة موجهة أنشودة، يعني مثل ما ذكرتي هي للعمل، ممكن تكون نصيحة، ممكن تكون حكمة، يعني بفترات عمرية معينة خاصة للأطفال. هلا طبعا في نحن معايير للكتابة للطفل. الكتابة للطفل شيء ما سهل، يعني هي أكيد. أصعب من الكتابة للكبار طبعا. تربية يعني هي نعم بالنحن. يعني نحن للطفل لازم نعطيه معلومة، لازم نغرس فيه قيمة، وكله بأسلوب سلس ممتع جذاب. بدي أعرف كيف أجذبه للطفل، لازم أستخدم اللغة البسيطة المناسبة للفئة العمرية المحددة. صحيح. حتى نحن ضمن الأطفال نحن عنا عدة فئات عمرية مختلفة للأطفال. بذكاءات مختلفة أيضا طبعا. يعني هلأ أنا مثلا بمجال عملي بمنصة الألف بيتي، يعني كتبنا نكتب النص التعليمي لفئة عمرية لنفرض من 12 ل 15 سنة. نعم. نفس النص أنا لازم أرجع أختصره وقولبه. صحيح. لفئة عمرية يكون من 7 ل 9 سنوات يناسب. أصغر. فنحن المفروض نتوجه عندنا نحن مفردات معينة لكل فئة عمرية. طبيعي. تراكيب معينة كل فئة عمرية بيختلف التراكيب اللغوية عن الفئة العمرية الأخرى. طبعا. في عدد كلمات معين،
بالإضافة طبعا أهم شيء الفكرة أنه نعرف نجذبه للطفل. صحيح، وطريقة الجذب وعامل الجذب هي المهم خلال الأفكار والقواعد خاصة بهالعصر اللي ذكرتيها تمام، العصر الرقمي يعني مع هذا التطور التكنولوجي ووجود الأجهزة الإلكترونية، يعني أصبح ربما الكتاب أو القصة غير يعني متوفرة أو غير يعني خلينا نقول مشوفة كتير بأيادي الأطفال. هيدا الشيء يمكن بيقلص من عدد الأدباء يا ترى أو الكتاب اللي بيكتبوا للأطفال؟ يعني نعرف نحن كلياتنا تربينا على أشعار وأناشيد سليمان العيسى وإلى هذا اليوم نجد طبعا بعض الأناشيد والقصائد بالمناهج المدرسية. يعني قديش كتير مهم يعني المحافظة قدر الإمكان على كتاب القصص الأطفال أو أناشيد الأطفال وروايات الأطفال في ظل هذا التطور الرقمي. هلا نحن ما فينا نقول انه يعني عم يتقلص العدد الادباء، وانما نحن ما عم نشوفهم يعني هو بكثرة. الفكره لك الفكره هي الصعوبه للكتابه للطفل. هلا انا ككاتبه بكتب للكبار وبكتب للاطفال، الكتابه للطفل بتقيد الكاتب، عرفتي بهالمعايير قولبه مثل ما حكينا واحد تفاصيل تفاصيل عدد الكلمات ما فينه يسرح الكاتب بحب يمسك قلمه ويسرح يسرد بالكتابة بأسلوب الكاتب له أسلوب الطفل. مثل ما قلت لكم انه في معايير بتخلي الكتابة للطفل اصعب، هذا اللي ممكن يخلي عدد الادباء للطفل يكونوا اقل لانه مو كل كاتب قادر انه يكتب للاطفال، عرفت شلون؟ وانما الانترنت مثلا الكتاب الأطفال حاليا، هلا أنا من شغلي مثلا بنكتب لقنوات يوتيوب لمنصات بالعكس يعني ساعدك هذا الموضوع ساعد النشر أفضل من بس صار النشر مثل ما حكينا. هلا أنا مثلا مؤلفاتي للأطفال أكثر مثلا على منصات قصص على يوتيوب، ناس أخذينها مني على يوتيوب مثلا عم تحفز أكثر للطفل عم يستمتع فيها وعم توصل القصة أكثر لنفرض من القصة الورقية، وإنما لا القصص الورقية موجودة ولكن يعني ممكن فعلا أنه قلصت أيوة أقل شوي. تمام، هلأ بحكم عملك يعني بالمدرسة والتفاعل المباشر مع يعني خلينا نقول الأطفال، كيف تحفزيون على موضوع عن متابعة القراءة ربما حتى لو كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما ذكرتي؟ يعني ممكن بعض الأطفال يأخذوا عن طريق مواقع اليوتيوب، يعني كيف توجيهم بالطريقة الصحيحة سواء لمتابعة القراءة عبر الكتاب؟ هو موضوع كتير هام، يعني كمان يضل الكتاب بين أيدي طبعاً الأطفال وخاصة بمراحل دراسية مختلفة يعني عم يكبروا معهم الكتاب طبعاً. وأيضا موضوع عبر الإنترنت التوجيه الصحيح للاستفادة طبعا من هذه المواقع. هلأ نحن منشجع، أنا دائما بوجه لنسلط الضوء على أهمية القراءة، دائما نذكر أطفالنا بأهمية القراءة لكل الفئات العمرية سواء أطفال صغار أكبر شوي أكبر شوي، ننبههم أنه نحن مو كل شيء مفيد، أنه نحن دائما نعرف ننتقي القصص اللي تأثر فينا، القصص اللي بتحمل عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا اللي بتمثلنا اللي بتمثلنا، نحاول دائما مثلا ننبههم أنه يبتعدوا عن القصص لنفرض فيها عنف المضرة لنفسية الطفل، نحاول دائما أنه التواصل مع الأهل، الأهل دائما يراقبوا أطفالهم شو عم يتفرجوا شو عم بيقروا. أهمية انتقاء الكتابة لأوقات في أمهات على فكرة بتقلي انه شو القصة اللي رح اختارها لطفلي مثلا، فبنبهها دائما انه اختاري قصة تناسب عمر طفلك، فممكن انا طفل عمره مثلا 7 سنوات جب له قصة فيها لنفرض 50 صفحة يقعد يشوف الصفحة مليانة هي رح ينصدم رح يكره القراءة، عرفت شلون؟ انه لما انا بجب له مثلا من وقت بيكون صغير شيء مناسب خفي. لعمره مثلا عدد كلمات محددة الصورة هيك حلوة كتير صحيح. طبعا وفتة. الاسلوب التصاميم القصص الرسم التلوين مع بعض الكلمات حتى غلاف القصة أيوة غلاف القصة لهذا وبيجذب يعني هذا اللي بيشجع أكثر على القراءة تماما. هي ذكرنا معايير معددة يعني بالالتزام بها لحتى يقدر الطفل يكون هو
يعني منجذب إلى القصص الورقية، خلينا نحن نحكي، وإعادتها إلى الواجهة. نعم. أكيد اليوم القصص عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو منصات اليوتيوب أو غيرها هي مهمة، باعتبار أنه الطفل ممكن نحن يعني نشجعه على مشاهدة ما هو هادف أكثر من الألعاب الأخرى. طبعًا. عبر هذه الوسائل. ذكرتي للأطفال والكبار، هلأ نحن كنا عم نحكي عن الأطفال، ماذا كتبتي أيضاً للكبار؟ يعني وين شو هي الشريحة العمرية اللي توجهتي إلى؟ هلأ للكبار أنا كتبت لمختلف الفئات، يعني هلأ للكبار أنا عندي أعمال منشورة وأعمال ستنشر قريباً يعني إن شاء الله. نسمع شيء موجود معك؟ بنسمع. هلأ ممكن أنا أخبركم بالعناوين اللي عندي. نعم كمان. تفضلي العناوين. في عندي مثلاً مجموعة قصصية بعنوان أمام مرآة الحياة، في عندي مجموعة شعرية بعنوان رسائل الإنسانية، عندي رواية لليافعين عنوانها شفاء أخضر، أيضا رواية أخرى. ما شاء الله شعر وقصة وروايات. الحمد لله رب العالمين. يعني منوعة بكل شيء. اختيارات العناوين كيف عم بيكون؟ يعني من صلب الموضوع. من صلب الموضوع. يعني لاحظنا في تنوع باختيارات العناوين، وهي من وحي الواقع. يعني مثل ما ذكرتي بعض العناوين، فبيكون من خلال يعني إذا كان موجه للطفل أكيد إلهامك من الأطفال بدائرة معينة، وأيضا بالحياة مع الواقع بمراحل عمرية مختلفة. نعم. هلأ أنا بالنسبة للكبار كل شيء كتبت عنه قضايا من المجتمع، اهتميت قضايا كثير اجتماعية. بقضايا المرأة. نعم. هلأ أنا ممكن سمعكم قصيدة. طبعا هي القصيدة طويلة، رح سمع أجزاء منها من يعني المقاطع يعني الأولى والمقاطع الأخيرة. ناخذ فكرة عن الكتابة، تفضل. تماما. هي قصيدة بعنوان أشعة حواء، طبعا نشرت على مجلة ومضات أمل الدولية. بعنوان أشعة حواء. يا أعجوبة الدهر التي باركتها الأيام، يا ميلا تكحلت به عيون السلام، يا مثقال نسمة رهيفة قلبت موازين ثقال، قالت خمنوا من تلك الضعيفة، تلك التي أشعلت أصابع الأحلام، أيقظت فيها حقيقة الوئام، تلك التي جالت على صهوة العزيمة بيداء القهر وأصقاع السقام، غامرت في برار الوجود وأمام الذل سلت حسام، قالت يا امرأة إما أن تكوني أنت أو يكون الكون من بعدك حطام، دمت نبضا لهذا الوجود يا من جبلت الروح بمسك النقاء، فأصبح للعيش ورودي وارتدى الآتي ثوب الوفاء، جمعت منك الحياة رحيق المحبة فصنعت عسل الإخلاص، وتذوقت حلاوة الخلود، فكم كنت سندريلا زمانك، وكم كنت شهرزادة زمانك، لا تخضعي يوما فأنت حواء، تيهي بالحسن فأنت آية العشق الأزلي، وأنت لآدم ربيع الهيام ومهجة قلبه وقصد المرام، وأنت مناه وأنت الغرام. رح أقرأ كمان من آخر. تفضل. لا تقنطي بحق من سواك، فأنا أعلم أن غيمة العمر اعتصرت وأمطرت عيناك، كم نزفت روحك شجنا فالظلم بالسهام رماك، كم أردتك الحياة شهيدة أمام القضايا، لا تفهمي لا تتعلمي لا تكتبي لا تتألقي، كيف لا والألق فجره من محياك، ربما سلبتك الأقدار غاليا أو عزيزا أو بعض مناك، لم تلوميها بل فاض صبرك على سهول رضاك، فأزهر الأمل وتنفس الزمن من أريج فداك، من أنت يا قاهرة الرزايا، فالنسر ارتقى باسمك عاليا والطير غنى فيك لحنا يجدو بالإحسان على ذرى علياك، وأخيرا أردت أن تكوني وكنت أنت، حياك الله في كل الميادين يدا عاملة أو عقلا مدبرا أدهش السائلين، مربية
مدبرة، مربية، طبيبة، مهندسة أو فلاحة تعشقها البساتين. أنت عنوان التحدي ونجمة وضاءة في ليل التائهين. غزالة الطموح فازت في سباق الثائرين، بالأحقاد لا تبالي ولا بوخز القائلين. مرت على سطور الدهر كلمة فأمست حكاية في كتاب الخالدين. رائع، حلو كتير، يعني فعلا مثال للقوة والإرادة جسدتيها بقصيدة كتير حلوة. شكرا كتير لإلك، يعني فعلا هذا التنوع يعني أهداف كتير أكيد وطموحات كتيرة من خلال كتاباتك للشعر والقصة والروايات. فطموحاتك القادمة وكتاباتك القادمة هل من جديد؟ طبعا يعني دائما الكاتب عنده شيء جديد انه يكتبه. حاليا عم بحضر مجموعه قصصيه للكبار فيها كثير عناوين، يعني عم بكتبها من قضايا الواقع يعني. حلو. وايضا للاطفال عم اكتب مجموعه قصصيه ستنشر مع دار نشر قريبا باذن الله. نعم، نحن اكيد نتمنى لك كل التوفيق، نورتي يا صباحنا، وان شاء الله هيك يعني مستقبل مليء بالكتابات المتنوعه وبكل المجالات. شكرا لك. شكرا جزيلا، شكرا لاستضافتكم الحلوه. شكرا، شكرا كثير لك الكاتبه غزلان حسون، وشكرا لما قدمتيه طبعا بما يخص الاطفال وطبعا الكبار. بالتوفيق. شكرا، شكرا لك. شكرا جزيلا.